Pizza. الذي علم عمل عزم أمل ومواسم خير تتصل وعيون الأردن الغالي بعيون القائد تتحد يا نخلا عربيا أعلى من كل النخل ويا أغلى قد كنت لأمتنا دوما وستبقى الغيمة والظلة عاهدنا الله على حبك وعلى أن نمضي في دربك موعدنا الفجر الطالع من قلب الأردن ومن قلبك يا عبد الله تعيش لنا وطنا ملكا ملكا وطنا تفديك قلوب تسكنها بالحب وكنت لها سكنا يا سائلين عن الجمال البكر يسهو بالقسامة والباحثين عن الهناء المحض عن معنى ابتسامة وعن التراث الفخم والعمران مكتمل النظام هي في ربى الأردن هي في ربى الأردن ما زالت تبادله الإقامة هاي بنت عبد المجيد الموظف اللي عملت تفضل سيدي سلف معن 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 الله يهديك الله يهديك سلم الله يبارك ويبارك وشكرا شكرا لاستضافتنا يا سيدي شغلي ان شاء الله مرتبه وهذا اول لابتوب عربي طلال ابو غزال جروب اول جهاز كمبيوتر تصميم وتصنيع عربي ما شاء الله هذا اول وهذا اول جهاز باسم عربي باسم عربي طلال ابو غزال يعني الجهاز يعني بشك وباعلى المواصفات الدوليه مش يعني حاجه هيئا الحمد لله قاعد بجرب القاعد يلا فهم امتى رح نبدا التدريس والتدريب من الاحد القادم من الاحد ممتاز اعلنتوا اعلنت في ناس سجلوا في ناس سجلوا بده يسجلوا دورات ممتاز بده يعمل تعليم الكمبيوتر ايضا برنامج كامبريدج تعليم الكمبيوتر وبرنامج المجمع اثنين اهلا يا سيدي اهلا طلال ابو غزاله الله يجزيك خير هلا الله يسلمك الله يحفظكم يعني احنا بدنا على التو تراكس اللي هو تعليم كامبريدج اي تي سكيلز وشهادة المحاسب القانوني وأيضا البرامج الأخرى كلها المحاسبة الإسلامية يعني بكون لأن هذا برنامج إحنا بترجمنا برنامج العالمي للنظام المحاسبة الإسلامي أيضا وهذا أول مرة سيدار هنا أول مرة يدار بالأردن المحاسب النظام الإسلامي كل الدعم البنك الإسلامي أهلا وسهلا أهلا سيدي دكتور مفلح الجراح مدير البنك الإسلامي أهلا أيوة طيب هل لا لأن احنا هذا سبب سلم احنا أطلقنا البرنامج مع الاتحاد الدولي في دبي الشهر الماضي بس أول تطبيق له هون حيكون التوفيق إن شاء الله حابين سيدنا مكتب شوف الفرع مكتب يلا انت راجل هون محلي والحكومة المحلية نعم بالاربد مهتمين بهذا النشاط اقليم الشمال اقليم الشمال كله ان شاء الله وان شاء الله انه يكون واحنا هذا لا في شك على الجامعه وعلى المجتمع المحلي وعلى مجموعه طلال ابو غزال احنا فريق واحد بالضبط. وكلنا في خدمه هدف واحد في هذا البلد اللي نفخر بان نكون مواطنين فيه نعم ان شاء الله مرحبا هلا الله يحييك الله يحييك تفضل سيدي يا رشاد نعم يا ابو رشاد نحن المحاسبين على طول شوكولاته الجامعه الاكرم
سعادة الأستاذ الدكتور طلال أبو غزالة أصحاب المعالي والسعادة والعقوفة، نحييكم في هذا اللقاء الطيب الذي يضيف إلى حائط الوطن طوبة جديدة ليشتد تماسكه بهذا النفر الطيب من أبناء هذا الوطن. وإنه ليوم أغر نبتهج فيه، إذ إن هذه المساعي الحديثة للأخذ قدما بهذا الصرح في ضوء توجهات الأستاذ رئيس الجامعة الذي يقود الجامعة بعزم واقتدار وبهمة عالية دون كلل، وما افتتاح المجمع العربي للمحاسبين القانونيين فرع إقليم الشمال في جامعة اليرموك إلا دليلا على أن أبناء هذا الوطن أمثال سعادة الدكتور طلال أبو غزالة، خلية واحدة همها أن تصنع الشهد ليكون شرابا سائغا للوطن والمواطن. كلمة أقولها لك يا سعادة الدكتور طلال، لا أريد من ورائها أي مقصد دنيوي، فأنت بحق مكسب من المكاسب الوطنية التي تستحق أن ترصد في إرشيف الزمن لتكون النموذج الذي يعتذى للأجيال القادمة. أدامك الله يا أبا لؤي، وأتم عليك الصحة والعافية، ما تمنياتي لك بالتوفيق والنجاح لما فيه خدمة الأردن والمواطن الذي العربي في ظل حضر صاحب الجلالة غاية العلم والمسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك، شكرا لك، بارك الله فيك، احسن بارك الله فيك. هلا الله يديمك. اهلين حسن غير يعني الله بارك الله فيك، انت علم يعني بارك الله فيك. احب نشكر الدكتور عبد الله والدكتور عمر، يعني تعاونوا كان ممتاز جدا معنا. احنا ضيوفهم، هم الاساس، هم الراس. انا محاسب احنا جيت بدنا نتعرف، نحن هنا لخدمتكم وبتصرفكم. احنا ايضا يعني نجاح مجمع النجاح، احنا شركاء مع حمص. نعم باذن الله، باذن الله، باذن الله. تفضل إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى،
واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. سعادة الدكتور طلال أبو غزالي، رئيس مجلس إدارة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، عطوفة الأستاذ خالد أبو زيد محافظ إربد. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل قليل كنتم في رحاب مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع الذي بدأ نشاطه عام 2006 من خلال دمج مركز الدراسات الأردنية ومركز الاستشارات وخدمة المجتمع. ولا غرابة أن يوشح هذا المركز باسم جلالة الملكة رانيا المعظمة، وهي التي وجهت كل طاقاتها بعد اقترانها بجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم إلى تبني المبادرات التي تهدف إلى رفع المستوى المعيشي ودخل العائلات والأسر الفقيرة، وإلى إطلاق مجموعة من الأنشطة التي شملت العديد من الشؤون الوطنية مثل البيئة والصحة والشباب والمرأة والطفل والتعليم وتكنولوجيا المعلومات. وما أن تذكر الملكة رانيا حتى تذكر مشاريع نهر الأردن، وادي الريان، بني حميدة وغيرها كثير، وكل ذلك بتوجيه ودعم من جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله ورعاه. وأما عن فلسفة المركز وأهدافه، فإن هذه الفلسفة مستمدة من فلسفة الجامعة في العمل البحثي والتعليمي وخدمة المجتمع، من خلال التركيز على قضايا المجتمع الأردني في الميادين السياسية والعسكرية والاجتماعية وإيجاد الحلول المناسبة لهذه القضايا. كلمة مدير مركز الملكة رانيا الأستاذ الدكتور أحمد العمري فليتفضل. السلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. عطوفة الأستاذ الدكتور عبد الله الموسى رئيس جامعة اليرموك الأكرم. سعادة الدكتور طلال أبو غزاله رئيس مجلس إدارة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الأكرم. عطوفة الأستاذ خالد أبو زيد محافظ إربد. أصحاب السعادة والعطوفة، أيها السيدات والسادة الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سروري وغبطتي أن أرحب بكم أجمل ترحيب في جامعتكم جامعة اليرموك في هذا اليوم المبارك الذي نلتقي فيه معكم في حفل افتتاح القاعات التدريبية لدورات المحاسب المهنية التي تعقدها جامعة اليرموك وبالتعاون مع المجمع العربي للمحاسبين القانونيين. أيها الحفل الكريم، لقد تمكنت جامعة اليرموك من إحداث نقلة نوعية على أكثر من صعيد، ففي المجال الأكاديمي قدمت خدمة مميزة لطلبتها، فأتاحت لهم فرصة الدراسة وفق خطط وبرامج تواكب متغيرات العصر
وتستوعب تقنياته ووفرت طاقما أكاديميا من خريجي أفضل الجامعات في العالم، وأتاحت لهم أفضل التجهيزات لممارسة الجانب العملي في مختبراتها، كما هيأت لهم سبل الاتصال بالعالم الخارجي لمواكبة كل ما هو جديد في مختلف حقول تخصصهم. ومن خلال مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع، قدمت الجامعة نموذجا لمؤسسة متفاعلة مع مجتمعها تواكب احتياجاته وتطلعاته، فأسهمت بشكل كبير في تنمية المجتمع وترشيد عملية البناء لتقديم التعليم المستمر والاستشارات الفنية وخدمة التدريب في مختلف الميادين التقنية والإدارية والمهنية والمختلف شرائح المجتمع. أيها الحفل الكريم، تؤمن جامعة اليرموك بتوطيد التعاون والشراكة مع القطاع الخاص بما يحقق أهداف الجامعة الساعي لخدمة المجتمع المحلي وتلبية احتياجات أفراده ومؤسساته بكل أساليب التنمية والتطوير. ومن هذا المنطلق، فقد عمل مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع على بناء شراكة حقيقية مع مؤسسات متميزة كالمجمع العربي للمحاسبين القانونيين في تقديم برامج المحاسبة المهنية، والتي ستعود بالفائدة المباشرة على طلبة الجامعة، والتي ستنعكس بأثر إيجابي على المجتمع الأردني. أيها السيدات والسادة، إن توقيع مذكرة تفاهم بين مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع والمجمع العربي للمحاسبين القانونيين سوف توفر للمشارك ميدانا تطبيقيا قريبا من الواقع، يمكن من معالجة مشكلات حقيقية وتقديم حلول عملية تعالج ما يرتبط بها من مشكلات وتداعيات، كما تمكن المشاركين في فترة التدريب من الاطلاع على احتياجات سوق العمل، مما يمنحهم الفرصة لتحديد ما قد يحتاجون إليه من تدريبات إضافية أو شهادات عالمية مثل CPA أو ACPA وغيرها، ليكونوا جاهزين لدخول سوق العمل والتوظيف. وهذا يتماشى مع استراتيجية المركز في هذا المجال، حيث تركز بشكل خاص على نوعية التدريب والتعليم المهني والتقني، حيث أن تطوير نوعية هذا التدريب يعتبر أحد أولويات تلك الاستراتيجية. الحضور الكرام، إن الدراسة بعد المرحلة الثانوية تهدف الأساس إلى تهيئة الطالب لخوض مرحلة جديدة تؤهله لحياة عملية تفيد المجتمع وتكون مصدر عيش له ولأسرته. والذين لم يحالفهم الحظ في الدراسة في الجامعات تفوتهم فرص بناء النفس وخدمة المجتمع الذي نعيش بين كنفه وإيجاد مصدر رزق كريم له ولأسرته. لأجل ذلك، فلا بد من إيجاد صيغة جديدة مقبولة أكاديميا تفيد خريج المرحلة الثانوية ليكون عاملا فعالا في المجتمع وفي تخصصات تكسبه المهارة المطلوبة لسوق العمل، وهذا ما يسمى ببرامج الدبلوم التدريبي. ومن هذا المنطلق، حرصت جامعة اليرموك ممثلة برئيسها عطوفة الأستاذ الدكتور عبدالله الموسى بالتوسع وفتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة للدراسة في برامج الدبلومات التدريبية التي تتراوح مدتها من سنة إلى سنتين تؤهل الخريجين للانخراط في سوق العمل. وقبل الختام، اسمحوا لي أيها الأخوات والأخوة الحضور، ومن باب الاعتراف بأهل الفضل بالفضل وعرفانا بالجميل، أن أسجل شكري وعظيم امتناني باسم كل القائمين على هذا المركز لكل من ساهم بجهد، مثمنا بكل التقدير والاحترام للجميع، مؤكدا على تسجيل شكرنا العظيم وامتنانا الكبير لعطوفة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الموسى، الذي نذر نفسه لخدمة العلم وأهله وبمنهج علمي ورؤية سابقة واستشراف يستحضر متطلبات المستقبل. كما نوجه شكرنا إلى عمادة شؤون الطلبة وعمادة كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية ودارة العلاقات العامة والإعلام ودارة الخدمات العامة ودارة اللوازم ومركز الحاسب والمعلومات وكلية الإعلام وإذاعة يرموك FM والتلفزيون الأردني. وفي الختام، وأكرر ترحال جامعة اليرموك ممثلة برئيسها عطوفة الأستاذ الدكتور عبدالله موسى وجميع العاملين فيها بكم جميعا، وبارك الله فيكم وبجهودكم الخيرة والمخلصة، وأتقدم إليكم بعظيم الشكر والامتنان على مشاركتكم لنا هذا الاحتفال، راجين الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا في خدمة هذا البلد العزيز في ظل قائد الوطن وراعي المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني الحسين حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير على خطاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم،
مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة يرموك أف أم، هذا الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة ينقل على حضراتكم من رحاب جامعة يرموك، فأهلا وسهلا بكم أيضا عبر أثير إذاعة يرموك أف أم. أيها الإخوة، عرفت عنه يوم أن كان شابا يدير مكتبا للمحاسبة في دبي في بداية السبعينات من القرن الماضي، ويومها كنت مذيعا في إذاعة دبي. لكن من عرفه عن قرب كان يحكي عنه وعن طموحاته ومشاريعه الحكايات والقصص التي كانت أقرب إلى الخيال منها إلى الحقيقة. ولعل حكمته التي كان يتغنى بها قول الشاعر المتنبي: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وهذا ما يفسر لي مقولته المأثور عنه والتي يقول فيها: تعلمت أنه لا يجب أن تقيس نفسك بما أنجزت حتى الآن، ولكن بما يجب أن تكون قد حققت مقارنة بقدراتك، وأن التنافس مع الذات هو أفضل تنافس في العالم. وكلما تنافس الإنسان مع نفسه كلما تطور، بحيث لا يكون اليوم كما كان بالأمس ولا يكون غدا كما هو اليوم. وتمر السنين والأعوام، وإذا بهذا الشاب العصامي المولود في يافا عام 1938 يتربع على عرش مؤسسة عالمية يعمل في خدمتها مهندسون من خلال أكثر من 70 مكتبا منتشرا على امتداد القارات الخمس، إلى جانب اتفاقات تحالف استراتيجية مع شبكات وشركات وجامعات ومؤسسات مختلفة. ومن هذه الاتفاقات ما نحن بصدده اليوم، ففي عام 2011 تم عقد اتفاقية تعاون بين جامعة اليرموك والمجمع العربي للمحاسبين القانونيين في المجالات المهنية والتدريب. هذا المجمع الذي ظهر إلى حيز الوجود عام 1984 في لندن، ثم سجل رسميا في عمان عام 1994، والمجمع اليوم واحد من بين 7 من الهيئات المحاسبية المهنية الدولية، مما أضفى عليه بعدا إقليميا ودوليا في هذا المجال. لقد أطلت عليكم مع ضيفنا ضيف اليرموك سعادة الدكتور طلال أبو غزالي، فليتفضل. فعلا لقد كنت سعيدا برفقتك وتعلمت منك الكثير في أدائك الإعلامي البارز، وفي وطنيتك، وفي ظهورك المتواصل، وكنت فعلا العمود الفقري لإذاعة دبي. وكنت أتمنى اللحظات التي أكون فيها معك على الهواء. شكرا لك على هذا التقديم السخي والمبدع. سيدي سعادة رئيس الجامعة، سيدي المحافظ، وسيدي مدير مركز عالية، أقول سادتي لأنني هنا أشعر بكثير من التواضع أمامكم في هذا المكان العريق، في هذه الجامعة التي نفخر بها كمواطنين أردنيين.
وأقول أنني فخور بأن أتيحت لي هذه الفرصة لأن أكون بينكم ولأن أشارككم في مشروعكم في بناء القدرات في شبابنا قادة المستقبل. اليوم نبدأ في هذا المركز، وعلى كما فهمت من مدير المجمع أننا سنباشر العمل يوم الأحد القادم، أي بعد يومين، وهذه هي الوتيرة التي أريد أن نعمل بها بسرعة وبالتنفيذ وبالإنجاز. نحن ننظر إلى هذا المركز هنا كمركز لبث المعرفة وليس فقط لتدريس برامج وتأهيل كفاءات. نريده أن يصبح مركزا معرفيا في هذه العاصمة الثانية في الأردن، كما هو مركزنا في عمان الذي كنت أذكر لكم سعادتكم أننا أمس أقمنا اليوم الوظيفي وجاءنا آلاف الطلبة من الخريجين في عمان لتقديم الطلبات، ورتبنا لهم لقاءات في المركز مع أغلب وأهم الشركات والمؤسسات العاملة في الأردن من وطنية ودولية، بعد أن دربناهم على كيفية تقديم طلب الوظيفة وكيفية إجراء المقابلة، وهي برامج نأمل أن أيضا أن نؤمنها هنا لخريجينا ليكونوا على استعداد لدخول إلى سوق العمل. أيضا سنعمل إن شاء الله في العام القادم على مثل هذا اليوم الوظيفي في منطقة إربد أو في المنطقة الشمالية كلها. نحن ننظر إلى إربد أيضا إلى محيطها الأوسع، ونريد ونتمنى إذا وافقت رئاسة الجامعة على أن يصبح منارة للجامعات الأخرى الموجودة في المنطقة، بحيث نقدم لها خدمات التأهيل المحاسبي وأيضا المعرفة الرقمية من خلال اتفاقيتنا مع جامعة كامبريدج التي تؤهل للحصول على شهادة كامبريدج في تقنية المعلومات، إضافة إلى البرامج التأهيلية والتدريبية العديدة. أيضا أريد أن أطرح اقتراحا إضافيا في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يعرف أساتذة الجامعة تعمل الجامعات على أن تدير برنامج تعليمي مزدوج يؤهل الطالب للتخرج في شهادة المحاسبة بكالوريوس، وفي نفس الوقت تؤهله لامتحانات محاسب قانوني، فتوفر عليه فترة الدراسة اللاحقة وتنسق بين البرنامج الأكاديمي دون المساس بمتطلباته ومتطلبات التعليم العالي، ولكن بحيث يستطيع الخريج أن يحصل على شهادة مشتركة يكون فيها شهادة بكالوريوس وأيضا شهادة محاسب قانوني عربي، وشهادة محاسب قانوني عربي أيضا تؤهل للعمل في كل أجزاء الوطن العربي، لأن المجمع قد حظي باعتراف الدول العربية لاعتماد شهادته لأغراض ممارسة مهنة المحاسبة في الدول العربية الشقيقة، فهو يتيح له فورا أن يكون مؤهلا للعمل في الأردن وفي خارجه. نحن نتطلع إلى أن، وطبعا دائما تحت رعاية رئاسة الجامعة وسعادة الرئيس وتوجيهاته وحسب ما يضعه من خطط، أن نقيم هذا المركز لخدمة المنطقة كلها، وبحيث كما قلت يصبح مركزا للمعرفة بأشكالها المختلفة بمعناها التقني، أي المعرفة الرقمية والمعرفة الاتصالاتية والمعرفة المهنية. إن وجودنا في مركز الملكة رانيا شرف كبير، وأنا أشكر سعادة المدير على أن أتاح لنا
هذا الشرف بأن استضافنا في مقر المركز، وبالنسبة لنا يضيف الكثير إلى اسمنا واسم المجمع بأن نكون في ظل هذا الاسم الكريم. فأنا أشكركم على هذه الاستضافة العزيزة، وأعد بأن نعمل حسب ما كنتم تتوقعون وبنفس الحماس وبنفس الاستعداد الذي نعرفه عن جامعة اليرموك وعن مركز الملكة رانيا. يعني سنتنافس مع أنفسنا ومعكم إن شاء الله لنكون جديرين بثقتكم، وشكرا لكم. والدكتور طلال أبو غزالي أن يتفضل إلى جانب ستاند الميكروفون لتبادل الهدايا والدروع. شكرا، وشكرا لكم أن أكرمتونا بأن نكون في رحابكم. دكتور درع المجمع العربي للمحاسبين القانونيين مقدم من الدكتور طلال أبو غزالي للأستاذ الدكتور أحمد العمري رئيس مركز الملكة رانيا. اليرموك مقدم من الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة إلى سعادة الدكتور طلال أبو غزالي رئيس المجمع العربي للمحاسبين القانونيين. في هذه اللحظات مستمعينا الكرام في على موجات أثير يرموك اف ام تؤخذ الصور التذكارية لسعادة الدكتور رئيس الجامعة وضيفه الدكتور طلال أبو غزالي. معكم نحييكم وإلى اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد من نص قرن. أما طبعا لا بعدين صوت ولا نعم كمان كان مبيع، بس حاليا هو عضو هيئة التدريس. لما عرف انه العضو هلا ولا بعد الغداء؟ بعد الغداء ولا هلا؟ سعادة الدكتور طلال أبو غزالي، يعني وجودك اليوم ضمن جامعة اليرموك هو إنجاز جديد لجامعة اليرموك عموما ولمركز الملكة رانيا عبد الله للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع. كيف تنظرون إلى هذا البرنامج الذي طرحه المركز جديدا، وكيف ترونه بعد يعني أعوام وبعد بدءه إن شاء الله؟ أولا إذا سمحت لي أن أضيف بأنني أرى أن هذا اليوم هو تكريم لي وتكريم للمجمع بأن نكون هنا، وليس إنجازا إلى اليرموك. اليرموك إنجازها وتاريخها وقيادتها للعملية التعليمية لا تحتاج لشهادة مني، ولكن نحن فعلا نشعر باعتزاز وفخر بأن أتيح لنا هذا الشرف بأن نكون في رحاب جامعة يرموك، وأن نستطيع أن ندير من خلال هذا المركز عدة برامج
أحدها تأهيل المحاسب القانوني للعمل في سوق تطبيق الحسابات ومهنة المحاسبة والمحاسبة بشكل عام، أيضا لتأهيل الطلبة كافة والمجتمع الأردني. يعني أريد أن أركز ذلك، كنت في كلمة أتكلم عن منبر أو منارة للمعرفة، لأنه في هذا المركز أنا أتطلع إلى تأهيل المواطن الأردني في المنطقة وليس فقط الطلبة على استعمال تقنية المعلومات والاتصالات، أي استخدام الكمبيوتر والإنترنت بالطريقة التقنية الصحيحة وليحصل على شهادة كامبريدج بتقنية المعلومات، كامبريدج آي سي تي أدو أورد. هذا يعني مجرد أنه يدخل على الجهاز وإما يرسل إيميل أو يستلم رسالة أو يطلع على موقع. نريد أن نعلم كيفية استعمال الذكي والكامل لطاقات الكمبيوتر والإنترنت. هذا الجانب الآخر. الجانب الثالث هو برامج تأهيلية وبرامج تدريبية وبرامج خاصة مثل برنامج شهادة محاسب في النظام المالي الإسلامي اللي هو لأول مرة يطلق باللغة العربية الآن، وأيضا عدة برامج تدريبية أخرى. ولكن أنا أتطلع مستقبلا في ظل قيادة رئيس الجامعة إلى أن نتوسع عن منطقة جامعة يرموك إلى جميع مواطني المنطقة، منطقة إربد، وبعدها إلى معرفي لكل هذه المنطقة ومن فيها من مؤسسات تعليمية ومواطنين. نعم، الشراكة ما بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني، أهمية هذه الشراكة مجتمع. والله الآن اليوم نحن كوننا بضيافة وبالشراكة مع مركز الملكة رانيا هو خير نموذج في ظل وفي إدارة وتوجيه الجامعة، يدل على أن الشراكة الحقيقية ممكنة وواجبة، خصوصا إذا اتفقت الأهداف، والأهداف والحمد لله متفقة، لأننا جميعا نعمل لمصلحة واحدة وهي بناء القدرات في هذا الوطن وفي ظل التوجيهات الكريمة لسيدنا صاحب الجلالة. رسالة من خلال منبر إذاعة يرموك فهم للشباب الأردني والمستمعين. أنا أقول أننا الآن أتحنا بفضل جامعة اليرموك ومركز الملكة رانيا، أتحنا فرصة لكل من في المنطقة الشمالية في الأردن الحبيب، أتحنا لهم الآن فرصة التعلم وفرصة التأهيل وفرصة التدرب وفرصة المعرفة، وما عليه إلا أن يستفيدوا من هذه الفرصة والتي نتيحها كلنا كمشروع خيري، كمشروع خدمة مجتمع، كمشروع واجب وطني. فنحن هنا ستكون سعادتنا أكبر عندما يصبح هذا المركز كمركزنا الموجود الآن في عمان. هذا المركز يعني نراه بنفس الأهمية لنفس أهمية هذه المنطقة، حيث أننا لدينا في مركز عمان اليوم، في مركز طلال أبو غزالي، مجتمع طلال أبو غزالي للمعرفة في عمان، 30,000 طالب مسجل من كل الجامعات يدرسوا في هذا المركز ويستفيدوا من خدمات على مدار الساعة وعلى 7 أيام في الأسبوع. فنحن هذا المركز هو لخدمة المنطقة بكاملها طلبة ومواطنة. سعادة الدكتور طلال أبو غزالي، كل الشكر لك. شكرا لكم على هذا المركز.